مرحبا بك معنا في المباشر. طلبتنا وقلت منطقة بوربيع من بو عرقوب تشكو من انقطاع المياه أكثر من 20 يوم. المشكلة هذه اللي ديما تتكرر في كل مرة، وقلت كل يخلص كل ما يخلص يجيه المشكلة هذه. اي اخوي العزيز، المشكله فيه تو مبدئيا الماء الصالح للشراب رجع بصفه استثنائيه، مي يخوف خاطر يعني السيد رئيس الجمعيه عمل دي كونترا مع الستاد باش كل شهر يخلص مليون. فهمتني؟ ثم عباد عندها ديون اقل واحد تلقى عنده دين 240 دينار، ثم فوق ثم اللي عنده 900 دينار، ثم اللي عنده مليون. عباد هذه ما حبش تخلص، ما عندها مش الحكايه، مش عندها نهار ولا سنين ولا ثلاثه، عندها سنين. جاء المعتمد هذايا، جاء السيد المعتمد اللي قبله، ما ثم لا تحركت وزاره الفلاحه، لا تحركت المعتمديه، ما ثماش. فهمتني؟ عباد في منطقه اللي فيها هذا اللي من الناس اللي ما تحبش تخلص، هذا ما عندهم ابيار في سوانيهم، ما يهمتوش. هو انا يشرب في الماء نتاع بالجمعيه، نهار يقص عليه ماء الجمعيه يحل الفانتاج نتاعو. انت تحكي على مواطنين سيدي خويا. نحكي على مواطنين، نعم مواطنين، يعني غاديك يعني الخزان هذا يعطيهولنا ربي، نعمه مع عند ربي. في التريميستر تجي في شهرين ماكسيموم اللي يجي ويكونسومي برشا 35 دينار في ابارت ايموار، 35 دينار ماهيش حاجه كبيره. اسمها انانيه ذي سيد سي كريم، اسمها انانيه من المواطن هذا تجاه رزق البليك. اول حاجه سيدني سامحني، اول حاجه خاطر وزاره الفلاحه كي خدمت لاستالاسيون من الاول خدمتها بالغلط، ماهيش عامله قصاص على كل مواطن. هي. على كل انسان عنده كونتينر عنده قصاص نتاعه، خدمته بعشوائي مخدوم من عام 1995، الماء وصل لي في منطقه بوربيع 1995، مي مخدوم الانستالاسيون قبلها بخمسه شهور سته شهور حاجه كيما هكا. والجمعيه قبل كانت تعطي في قروض العباد، راهي كانت تعطي القروض للمتسكنين خاطر عندها الصفايض، مي تويكا مده خمسه سته سنين تايح الجمعيه في عجز مالي ماهوش عادي. راهو الجمعيه تحب من المواطنين 27 مليون والسك تحب منها 9 ملايين ونص يمشي له، مش يمشي له المواطن. الدنيا راهو عندها فايض الجمعيه والتعامل وتخدم حاجه اخرى. يمشي السيد هذا اللي قايد في الكونتري. نعم بارك الله فيك، انت يقعد معنا. احنا هنا مشينا الى المعتمديه، معنا في المباشر احمد الاخويني. بسرعه سيد احمد لو كنت نلقاو اجابه لهذا الموضوع. اي دونك الموضوع واضح كما كان يحكي المواطن الكريم، فبالتالي احنا ناخذ رد السيد معتمد اللي كان تدخل وحاول القى حل توافقي ما بين معناها رئيس الجمعيه والستاج. دونك يفسر لنا الوضعيه هذه وشنو الحل اللي تم معناها اقتراحه واللي كان العمل به في الوضع الحالي. سيد معتمد صباح النور. صباح الخير خويا امين، صباح الورد والياسمين في عطر وبريق زهرة الزهر ببو عرقوب. يا سيدي دخلة جميلة زهرة ابو عرقوب. دخلة جميلة خويا، مرحبا، ان شاء الله نهارك نوار يا سيدي. النوار على ما يبدو طافي شوية بين الجمعية وبين المواطنين وبين ستاق الغاديكا. توا قال المواطن كانت شكينا توا عنده الاسبوع الفارط، كنت دخلته ولقيته حل ظرفي للمشكل هذايا، ولكن كما قال المواطن الانستالاسيون قديمه من 95، ما فهم علاش انا نخلص اموري واضحه وغيري ما يخلصش على الناس الكل، بوها على اخوه معناها يقص عليه الماء، فماش حل اخر. هي هذه في اطار هي ما عادش جمعيه راه ولات تسمى المجمع التنموي لمياه الشراب ببوربيع. هي متكونه من 199 منخرط. صحيح تقص عليهم الماء المرة الأخرى على أساس وأنه الديون تراكمت وصلت حكاية 17 مليون. كسلطة نحن دخلنا لدى ستاج وعملنا جدولة تاع الديون، صبينا في القسط الأول 8 ملايين وقعدت عملنا اتفاقية على أساس بس كل شهر يعطيه مليون مع إضافة للكونسوماسيون مونسيال هذيك. هذا في إطار السلطة. أنا نحب نقول لك خويا أمين، نعتقد بقدر ما تكون السلطة رحيمة بالمواطنين، نعتقد وأن المواطن لازم يكون رحيم بالدولة، باعتبار وأنه هذه الديون هي تعد أموال عمومية وطنية، وأنت على علم بالمصاعب اللي تمر بها الستاج. هذاك علاش أنا نحب من المواطنين باش يكونوا على قدر عالي من تحمل مسؤولياتهم إزاي هذا المكسب الوطني اللي نعتقد الناس الكل نرنوا
للمحافظة عادية. صحيح اللي مالينا واهالينا في بوربيع حكيتوش معاهم لميتوهمش وعيتوهمش بالخطورة نتاع الوضع، لأنه أبارامون فما أنانية في التعامل بالموضوع. حتى المواطن زاد شنو هذا معناه ما عندك كبير أنت ولا كذا تي تنفو معناها تتعامل مع الأمور هذيا، شنو هي 30 دينار و 35 دينار باش تخلص بها الماء؟ صحيح هذا. أنا نعطيك حاجة، حتى نحن بعد عالجنا الموضوع عملنا المحضر الاتفاق والاعتراف بدين، لنصينا ديريكت باش نعملوا جلسة عامة. صدقني نهار 24 مارس فتحنا الترشحات، حتى مواطن لا ابدا استعداده باش يقدم ترشحه، لانه هذوما المجامع يلزم تديرهم هيئه، مش السلطه تشرف صحيح، لكن تديرهم هيئه تكون علاقتها طيبه مع المواطنين. انا اللي غاضني الاشكال تاع اهالينا كما قلت في بوربيع، وانه وقت المواطن الزوالي، انا ما نحبش نقول الزوالي بالمفهوم الايجابي، ما عندوش هو اللي مضرور، الاخرين عندهم ابيار امورهم واضحه. اخويا ما نلقاهمش حل، هذوما تيقص عليه تيمشي ركب له بالذمه هذاك ونقص عليه ونعطي للي ما عندوش. الاشكال وانه القصاص اللي يحكيوا عليه قصاص جماعي، الحل الجذري اللي يلزم تو قاعدين نجادلوا فيه مع المندوبيه تاع الفلاحه، وانه باش نعملوا قصاص انديفيديوال بالضبط على اساس قلت كي خويا امين ما يخلصش نقص على خويا امين، علاش تقص عليا انا وانا الله فيك سيدي قص عليا. جانب انانيه كبيره من المواطن كما قال المواطن اللي تدخل تو، واني نشاطروا راهو انا في رايه، لانه الزوالي يمشي بالعطس انا نمشي بيك اكثر. هو قال لك عندهم ابار يمكن تحرش باش يقول لك حتى الماء تاع الجمعيه يسقي فيه في الزرعه نتاعو، ديون كبيره راهي موجوده. معناها يمشي ويسقيه بالماء هذاك اللي يعلم ربك كيفاش يوصل غاديك اللي بشكل مواطن بسيط، وهو هكاك شو البونديتيزم اللي ولا في البلاد هذه دوله البانديه ولات هذه للاسف. انا اش نقول لك خويا امين، يلزم المواطن خاطر قاعد يلوح على ل ل ل ل ل على السلطه على السلطه. اعتقد انه عهد رزق بليك نتفقوا مع بعضنا، وهذا قناعتي الشخصي، عهد رزق بليك نعتقد انه ولا وانتهى. اليوم يبش تقوموا الدوله وتاخذ ما كسبها، لانه بقدر ما تدافعوا على المواطن وقد يكون القانون هو الفيصل بين الجميع، لازم القانون هو اللي يطبق بين الناس الكل الكل على الكل، راي مكسب يلزم نحناها انا وانت. شكرا لك السيد معتمد بو عرقوب على تدخلك معنا. احمد الاخويني بارك الله فيك، شكرا لكل الفريق، شكرا ساره، شكرا الى مروه، خليكم مع الاخبار توت سويت، راجعين معكم غدوه.